كل حال صافي توجور بليزير باسكو لا كي تدخل الوهران مش كيما كنا في الترك سان ماتش درناهم نقول باللي درناهم في المستوى على العموم راضي يبقاو توجور يعني بعض التوضيحات اللي لازم نوضحوا مع اللاعبين وين شفنا النقائص باسكو الايجابيات ما كانش مشكل ولكن النقائص هما اللي حيرونا سيرتو في الملعب تاعنا باش ثاني نتعوضوا مالغري لا ناكس مي ديجا الجانب السيكولوجي رانا في البلاد وفي مدينه وهران. اولا الحمد لله المباراه فاتت في ظروف جيده سي نوتر دوزيام تيست ابري البريمي تيست فاس تيموشنت من انه كنا قدام فريق منظم فريق كورياس فيزيك مورم ما شاء الله واجدين احنا ما زالنا بزاف عمل وصلنا اليوم الحصة 32 من التدريبات ابري 20 جور دو ترافاي من انه ما زلنا عمل خاصة امام الشباك ما زلنا نبحثوا المعالم تاع الفريق لكن غروسو مودو سيتي ان تري بون تيست اللي جوار مدو اون ساتيسفاكسيون بون بسم الله الرحمن الرحيم حنا اون اون فاز بريباراتوار افون سيزون مالغري بلينا شويه عندنا شويه روتار في لا بريباراسيون رانا نسيو باش نريكتيفيو هذاك الروتار مو هذا سي دوجا ماتش اميكال وين اوني بلو سور كوتي فيزيك الحمد لله لو بلوز امبورطون سي كو خرجنا سون بليسور هذاك هو الصح وان شاء الله نكملوا هكا باش نكونوا بري لو ماتش تاع الشامبيون.